انا قبل كنت نسمع ناس تبلغ على الفساد وما الفساد، بصراحه كنت نضحك. شنو الاليات؟ شنو الهياكل اللي باش تحميني؟ الى ان اطلعت بصراحه على قانون 10/10/2017، وانا بصراحه وقتها كنت مطلع على ملف فساد، كنت متردد اني نبلغ عليه. لكن كي طلعت على القانون هذا وشفت حالات معناها بلغت على الفساد وحماهم القانون، تشجعت وقدمت شهادتي في الملف هذا، و وظلي معناها ان شاء الله في نتائج ايجابيه، معناها وان شاء الله يكون التبليغ هذا هو شجع معناها ناس اخرين انهم يتقدموا الفساد وما يخافوش ان شاء الله بالقانون هذا يحميهم قوة ربي.